السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا متتبعي عزيزينا. اليوم جبنا لكم تبارك الله أكبر بقرة في العالم، اللهم بارك، 1.94 متر، كما كتشوفوا حجم ديالها خيالي، اللهم بارك. هانتوما تشوفوا مقارنة بالأبقار العادية، هانتوما تبارك الله عندها 7 سنوات. شوفوا تبارك الله العطاي ديالها، والميزان ديالها 1400 كيلو، طن 400 كيلو خيرات، اللهم بارك، معجزة الخالق، اللهم بارك. ها انتما شوفوا تبارك الله، ها انتما. وكاينه يعني وحده اخرى اكثر منها، فيها 2027 كيلو، ولكن في الطول يعني ماشي بحالها. هذه البقره يعني ايطاليا اللي فيها اكثر من 2 طن، وهذه هي اعلى وحده كما كتشوفوا من استراليا، اللهم بارك. ها انتما الخيرات، وهذا الشيء بغينا نبارطاجي معكم هذا النهار، باش الانسان يشوف تبارك الله عظمه الخالق. هادشي اللي كاين، خليكم الى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.